أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء Yeah.
إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ قبل ما فرطتم في يوسف؟ قال كبيرهم قد أخذ عليكم موثقا من الله أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. وهو
واسأل القرية التي كنا فيها والحير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. فصبر جميل. فصبر جميل. فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وقال يا أسفا
عظيم. وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا
وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا يا أيها العزيز
يوسف
جمال في الصوت ودقة في الآداء. إن سألتني عن سر التوفيق فسأقول لك إنما هو صنع رب الأرض والسماء. عشنا سويا مع آيات بينات من سورة يوسف، تلاها على مسامع حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية الذي لقب بسفير القراء لكثرة سفره إلى الخارج، وقاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي، القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد بيت المقيمين ببسطرة التابعة لمركز ومدينة دمنهور. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.